هل في عوامل تبقى متوافرة في الرواية وبناء عليها تثير الحماسة لتحويلها إلى فيلم سينمائي، أو عوامل أخرى بتخليها تفضل في إطار الرواية ولا تصلح للعمل السينمائي؟ صحيح، في روايات لا تصلح للعمل السينمائي، وفي روايات مرهقة لو حولناها لعمل سينمائي، لكن أغلب الروايات تصلح، هي عبارة عن قصص وحكايات بصرف النظر عن طريقة السرد. السرد ده هو السرد الروائي، ممكن ما يتحول الى سرد سينمائي. لكن انا برضو ادعو كل الزملاء انهم مثلا يقروا اللص والكلاب للاستاذ نجيب محفوظ ويتفرجوا عليه فيلم الاستاذ صبري عزت اللي كانت في السيناريو، يقروا مثلا صرصره فوق النيل وبعدين يتفرجوا عليه فيلم الاستاذ ممدوح الليث. لا طبعا السينما تضيف، والسينما يعني تضفي جمالا وابداعا اضافيا على العمل، وتستطيع انك تاخد من العمل ما تريد. يعني انا بقول انه عندنا كنز تاريخي اسمه الثلاثيه، استاذ حسن الامام افلامه الثلاثه بين القصرين وقصر الشوق والسكريه، عن ثلاثيه نجيب محفوظ. عدد اللي اتفرجوا على ثلاثيه حسن الامام هي بالتاكيد اضعاف مضاعفه من اللي قرا ثلاثيه الاستاذ نجيب محفوظ نفسها. قطعا. ثم اكتساب الصفه الشعبيه الرهيبه، يعني احنا يا استاذ يوسف كلمة السيد دي معمولة كأنها مثل شعبي، هي أصلا فيلم. فيلم. ست أمينة ده فيلم على فكرة. صحيح. مش مثل شعبي. يعني شوف السينما تستطيع أن تصنع أنماط وأصول كده درامية في الحياة. لما بشوف أنا مثلا معالجة السينمائية للأستاذ توفيق صالح اللي كان عاملها للثلاثية وما ظهرتش وسحب منه المشروع الأستاذ حسن الإمام، بلاقي طريقة تانية تماما في المعالجة. يعني بلاقي الأستاذ توفيق صالح في المعالجة وهي منشورة في أحد الكتب التذكارية عن الأستاذ نجيب محفوظ والسينما، بتلاقي معالجة توفيق صالح وهو مخرج عبقري وكبير يعني طبعا قايمة على إن البطل فهمي هنا هو صلاح أبيل في الفيلم، عشان نفكر الناس بيه يعني الابن اللي مات في ثورة 19. بينما المعالجة اللي قدمت على الشاشة البطل السيد عبد الجواد نفسه. صح. شوف معالجات مختلفة ازاي تقدر حتى النص الواحد. شوف كم رواية لشكسبير، كم مسرحية شكسبير، روميو جولييت مثلا اتعملت كم 100 مرة في الأفلام وفي السينما وبأكثر من معالجة، بعشرات المعالجات طبعا. شوف انت يعني عطيل، شوف كل الأعمال كلير. يعني مايك كلير ده تلاقيه في السينما المصرية، الملاعين إخراج أحمد ياسين، تلاقيه دهشة في التلفزيون الأستاذ شادي الفقراني. أيوه. يعني هتلاقي عشرات التجارب من نص واحد.